عالم الجن مثل البشر أم لا؟ طبعا أيها الأحبة، القرآن يحدثنا في سورة عظيمة هي سورة الجن. سورة الجن أيها الأحبة تنبئنا أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وحتى النبي يوحى إليه أنه استمع نفر من الجن، لولا وحي الله لا يعلم. إذن كل من يقول لك أنا أعلم الغيب وأنا أعلم كذا وأنا متصل مع جن فلان وأعلم كذا، كله خزعبلات وغير صحيح، لا تصدقوا ذلك. سورة الجن أيها الأحبة نزلت في مكة المكرمة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول للجن أيضا. الجن لديهم دعاة إلى الله، لديهم منذرين، لديهم مبشرين، ولكن ليس لديهم أنبياء. لو كان لديهم أنبياء لكان لديهم كتب خاصة ورسالات خاصة وتعليمات خاصة. التعليمات التي جاء بها القرآن هي للإنس والجن. لذلك نجد أن القرآن عندما يتحدى ماذا يقول؟ انظروا تناسق القرآن أيها الأحبة. لم يتحدى البشر، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا التحدي لماذا شمل الإنس والجن؟ لأن القرآن هو كتاب للإنس والجن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي للإنس والجن، وهم يروننا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي الشياطين. الشياطين طبعا هم الجن الفاسق يسمى شيطان، الجن الكافر يسمى شيطان، الجن المؤمن هو جن عادي. هناك عفاريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. إذن في عالم الجن هناك أصناف واسعة جدا مثل عالم البشر. هناك الكذب والخداع والغش والتكبر والحسد وطعام وشراب وذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن بما أن القرآن يتحدى الإنس والجن، هذا دليل على أن القرآن كتاب أنزل للإنس والجن، يعني ليس لديهم كتاب غير القرآن. لأن القرآن لو كان خاصا بالبشر لماذا يتحدى الجن؟ بالمنطق. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، هناك أيها الأحبة هذه الحادثة وردت في موضعين من القرآن، أو في موضعين، نعم، في سورة الجن وفي سورة الأحقاف. في سورة الأحقاف أيها الأحبة الله تبارك وتعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. إذن هذه الآيات أيها الأحبة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول للإنس والجن. وكل الخزعبلات التي يقولها هؤلاء المشعوذون أن الجن يتلبس الإنسان والشيطان يدخل في الإنسان ويخرج، كله كلام فارغ أيها الأحبة، لا يوجد هذا الشيء. حتى سيدنا أيوب عليه السلام عندما قال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، المس هنا مس معنوي وليس مسا ماديا.
معنويا الشيطان لديه السلطان على البشر أنه يراهم ولا يروهم. والشيء الثاني يستطيع أن يوسوس لهم، يوسوس في صدورهم، قال تعالى من شر الوسواس الخناس، أي أنه يدخل بطريقة خاصة. يعني الشيطان ما هو أيها الأحبة؟ هو مخلوق من نار، قد يكون عبارة عن ذبذبات، قد يكون عبارة عن أمواج غير مرئية، قد يكون عبارة عن مخلوق له طبيعة غير مادية، يعني لا يوجد لديه خلايا وماء وطين وبقية العناصر أكسجين وفوسفور وكذا، لا، هو مخلوق. ربما يكون مخلوق، يعني أنت هل ترى مثلا الأشعة فوق البنفسجية؟ لا نراها، نستطيع أن نقيسها. كذلك هو عبارة عن مخلوق شعاعي، مثلا أنا أقول مثلا، الله أعلم، لا نعلم، ولكن أعيننا لا ترى هذه الكائنات الموجودة بيننا والتي ينكرها العلماء. العلماء اليوم أو العلم الحديث ما يسمى بالعلم التجريبي ينكر عالم الجن. لماذا؟ لأنه لم يجد نتائج، لأنه لم يبحث أصلا، لو بحث لوجد، ولكن هم لم يبحثوا عن مخلوقات أخرى. هناك ظواهر كثيرة غامضة من حولنا، مثل ظاهرة التخاطر والأحلام التي تفسر وجود الروح، ولكن لا يعترفون بها لأنها ستهدم كل البناء الذي قام عليه الإلحاد في الغرب، وستهدم لهم كل القوانين التي وضعوها في العلمانية، وبالتالي يخسرون كثيرا، لأن كل إنسان لديه مصالح شخصية وهو يعمل وفق مصالحه. فلذلك نجد أنهم لا يعترفون بوجود الشيطان، حتى لا يعترفون بوجود الملائكة ولا عالم الجن ولا غير ذلك من هذا الكلام، ولا يعترفون أساسا بوجود خالق للكون. ونظرية التطور تقدم لهم الحجج والبراهين، طبعا هي براهين واهية، ولكن هي براهين بالنسبة لعقولهم مقبولة ومتوازنة، أن هذا الكون وجد بالمصادفة والإنسان وجد نتيجة تطور عشوائي حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. الآن أيها الأحبة، عالم الجن عالم موجود بيننا، ولكن له سلطان على الكفار. يعني هذا العالم يتحرك وفق قوانين. تأملوا معي أيها الأحبة هذه الآية الكريمة. الله يعلمنا عندما نقرأ القرآن ماذا نعمل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة بالله تطرد الشيطان. ما هو الدليل؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيها الأحبة، كل إنسان يظن أنه مسحور أو به مس من الجن أو هذه التصنيفات التي يضعها المشعوذون ما أنزل الله بها من سلطان، علاجه شيء واحد، هو الاستعاذة. بمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لم يعد هناك جن ولا شياطين، انتهى. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كل من لديه وسواس قهري وما يسمى بالوساوس وغير ذلك، علاجه التوكل على الله، أن يسلم أمره لله لكي يتخلص من هذه الوساوس. الدليل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على من أيها الأحبة؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ما معنى هم به مشركون؟ يعني أنت إذا اعتقدت أن هذا الشيطان قادر على إيذائك، هذا نوع من الشرك بالله. إذا اعتقدت أن هذا الشيطان يمكن أن يتلبسك ويتحكم فيك، هذا نوع من الشرك بالله. وإلا ما معنى قول الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون؟
الإيمان بالله والتوكل على الله مع الاستعاذة، هذه الثلاثة تدمر أي وسواس مهما كان حجمه. هذا هو العلاج البسيط، هذه التركيبة العلاجية أيها الأحبة، الاستعاذة الدائمة بالله وقراءة القرآن أو الاستماع إلى القرآن، الإيمان بالله أن تؤمن أن الله قادر على كل شيء، والتوكل على الله.